السلام عليكم جماعة، إن شاء الله تكونوا بخير. تحياتي لكم متابعين صفحة سامير اتش دي. جينا نتكلموا على البروبلام، هذه القطعة هذه صغيرة، للعلم اللي يعرفها راه باين يعرفها، والإخوة اللي ما تعرفهاش هذه تجي في المحركات تاع الاتش دي اللي هي الإلكتروفان اللي تخدم سيركويدار تاع الريح. الأسباب اللي ديرهم تاع النقص في التيراج، والتيراج ما يوليش كاين، لوطو ما توليش تيري، أغلبية اللي راحت لهم هذه القطعة هذه. حنا جينا في هذا الفيديو بإذن الله الرحمن الرحيم رايحين نديروا لها عمليه تاع التشريح، لانه كنت تشوفوا لا بياس بلي راهي غير تغلى. القطعه هذه وصلت ثاني كانت دير غير 300 400، من بعد ولات تزيد 500 600 وراهي غير تزيد لا بياس. حنا رانا نسيو نصوفوا الاخوه كما يقول لك، نبدلوا المجهود تاعنا ونديروا قدر المستطاع باش ما نطولش على الاخوه، باش نسيو نسقدوا لي بياس اللي يكونوا ضايعين. دروك هذه القطعه تخدم بارتي ميكانيك، عندها هذا الكوتي ميكانيك، وعندها القطعة هذه اللي تجي هنايا كوتي الكترونيك. يعني نقول الاخوة الا كانت ضايعة في هذه القطعة وين كاين لافيش هنا، ما عندك واش رايح دير لها، اوبليجي عليك كي تخرج في سكانير وتحرن باللي عندك لابان غير فيها، اوبليجي عليك تروح تشريها جديدة. كانت هنايا في هذا لابان تنجم تريكيبيري هاد الالكتروفان. للعلم هذه الالكتروفان جات ماشي شغالة كاع، وفركتناها ورديناها تخدم، ورايحين نزيدو نديرو دوزيام فيديو نعاودو نحلوها من جديد باش نورو الاخوه كيفاه دير تفركتها وكيفاه دير تنقيها في هذا الفيديو ان شاء الله، وين يصرو لي بان تاعها في لابارتي ميكانيك، وكيفاه تشغلها وتخدمها. هذا فيديو في سبيل الله باش الاخوه تعلم معنا المبتدئين، ولا اللي كاسبين سياره، ولا الميكانيسيا، ولا ما يهمش اي انسان يتابع فينا يستفاد معنا. نبدو على بركه الله. للعلم الالكتروفان فيها 3 صورتي كما راكم تشوفوا فيهم هادو، وحنا من بين هاد لي صورتي نركزوا على هذا الثالث تاع التيربو، هذا الوسطاني هو اللي يجيب لنا الريح للتيربو باش يقلع كومبريسور تاع التيربو، السياره تزيد في العزم تاعها في التيراج تاعها. دروك نروحو نفركتو الالكتروفان. راكم تشوفوا ما عندكش من تدخلها، مبلعه كاع كومبلي. اول حاجه الالكتروفان شدها شي منقسمه على 3 اقسام جماعه. عندها هاد لاتات قدبها هكا، قدبها هكا باش يشوفوا. عندها هاد لاتات هادي فوقانيه، دي فوا هنايا تنتحل هنايا، هنا منا من الوسط تنتحل، تولي تدخل الريح بزاف تضيع، باسكو هذا كابيشون يطير. قلعه تشوف باش يشوفوا شو عندك. الاولى تقلع هذا الصغير غطاء الاول بالكيتار، ولا حرز هنا يدك بحاجه صغيره تقلع، أوه. تقلع لها الكيتار. هما خادمينها اونكاستري بصح جزائري يبدع يلاقي حلها ما فيهاش. ها شو شا داير لك هنا، دايرين بولون تاع كاتالين بالعاني، دايرين هاد لي كوفر وكاع تحسبها بلاستيكه ما تنقلع ما والو تنقلع، وبولون دايرينه صغير تاع كاتالين ولا كاتمال كيما يقولوا الاخوه، ودايرينه شوف دايرينه كحل اسود باش ما يبانلكش بالعين المجرده، بصح تقلعه عندك كاتمال. شوف دير شوف طلع شويه ها، وتعاون بتوني فيس واحد اخر وتنحي الكابيشون تاعها. ها شو كيما راه يطلع طيب شويه باش ما تنضرش. ها اسمح لي يدك شو راه طلع الغطاء، ها راه فيها غطاء، شو شي يجي فيه قلع شو كاتمار قلع. عندك هذا غطاء الاول اللي تكلمنا عليه، لابان تاعهم الاولى يفصل ما بين هذا، يفصل ما بين هذا وما بين هذا اللي يجي لداخل، تولي تدخل الريح بزاف، ويعني يولي يطلع لك في سكانير باللي كاين ريح يدخل بزاف للتيربو، السياره طيح في التيراج. هذه لابان الاولى. نروحو نشوفو الحاله الزوجه. الالكتروفان هاش يجي فيها، فيها مومبران كيما راك تشوف، هذه اورانج طلعها تشوف تونيفيس، وفيها لداخل كي لاكس تاعها ها ولا نقو كي لاكس وروسول حرز تقطع مومبران. هذه فيها مومبران، هذه اللي باش نشغلو بها الالكتروفان، فيها لاكس أولا فيه كرصاصة، وفيها رسول، فيها الرسول يجي لداخل، وفيها الصفاير ها ولا الرسول، جبت شو الرسول ها شي يجي فيها الالكتروفان، فيها هذا، فيها رسول، وفيها الصفاير هاي لا صفاير كيما اللي تجي في الكمبريسور تاع بومبافي صاي. ومن بعد اللي بقات دروك هذا بقى هيكل، شغل هيكل ميت، ومن بعد منه تخرج لابارتي الكترونيك صاي. هذا كملنا مع الميكانيك، التشريح تاع الميكانيك هاش يجي فيه، فيه مومبران شدها شو حنبوك، فيه مومبران، فيه رسول، فيه صفاير.
وهذا قلنا لابارتي الكترونيك هذا اللي فيه، وفيه الغطاء هذا الفوقاني. دروك نروحو نعاودو نركبوهم، رتشو الروسول، هات عاود تحط الروسول هو الاول، روسول عبس، من بعد تركب الصفايه تاعك، هاي هاي الصفايه تولي، من بعد تعاود تحط الممبران. هذه هي. نروحو لا دوزيام بان في هذا. هاد لابان جماعه قلنا كاين الاولى اللي تكلمنا عليها هذه تاع الغطاء، ومن بعد تروح تقلع تاع الكاتمال. كاين بزاف اخوان اللي ما تعرفش باللي هذا يتبوشا، كون يكون تيو طاير ولا ابسورفي الكرمل هذا يتبوشا، ومن بعد تعاود ترد التيو تيراج ما كانش كاع. روحوا نشوفوه، نقلعوه بالكاتمال نحي. تشوف بزاف من الاخوان اللي ما على بالهمش باللي هذا يتنحى ثاني. هذه ما كانتش خدامه كاع ورديناها تخدم بشكل عادي، خير من اللي يخسر السيد 600 الف تاع الكتروفان. شوف هذا تيو، شو قدمه صغير تصفات، شو غير الكاميرا، هذا يتبوشى، هذا بزاف يديرها ويتبوشى بزاف. اللي لقينا لهم هذا القطعه هذه مبوشة. دروك نروحو في الفيديو نشوفو كيفاه تخدم الالكتروفون. تكون عندك خيط، ماشي حاجه كبيره، خيط ولافيش، داير لافيش ها ولا زوج خيطان، وتستيهم باتري تاع موطو صغيره ولا باتري كبيره ما يهمش، زعما في القوه تاع لا باتري قداه تكون. دير لافيش، لافيش ركبها في لابارتي الكترونيك، وهذه تخدم ممبران، هذه اللي تجيب تجبد لنا الريح، تحل وتبلع، تحل وتبلع. هذا ما غادي دير، دير تشو خيط معاه منه ومنه، ها اصبر تشو اصبر، ها دير خيط منه وخيط في الجهه الاخرى. شوف هنا كي غادي تولي تخدم، ها ها عاود راهي شغاله نورمال. كي تستيناها الاولى ما كانتش قاعده تتحرك من بلاصتها، ما تحل ما تبلع، يعني هذا دليل كي راهي تخدم، كي راهي تخدم يعني سيك هكا تحل وتبلع، تيراج كاين. هذا دليل حتى على لابارتي الكترونيك خدامه وشغاله، يعني تجيب لنا الريح. دروك هذا دروك صوفينا السيد، الحمد لله تحس باللي درت انجاز كي تبدع في حاجه تحلها تفركتها تشوف شافيها. زعما الانسان لازم يجتهد فيها تصوالح باش ما يضيعش الاخوه، خاصه في هذا البيريود اللي رانا فيها، لا بياس اللي راهي في لي بري اللي رانا طالعين بزاف. وعندها الزاوج هذا اللي تكلمنا عليه، هذا اللي بزاف يلقوا فيه لابان، هذا بزاف اللي نلقوا فيه لابان، هذا اللي بزاف نلقوه معمر هنايا، نديبوشوه بالبرا صغيره ولا باش تولي تجيب لنا الريح للتيربو. هذا هو اللي بغينا نقدمه لخاوتنا. ان شاء الله نكونوا قد فدناكم ببعض المعلومات في الالكتروفان. رايحين دروك نغلقوها، عندك غير ترد لها هذا بالكاتمال وتركب لها الشابو تاعها وترد هذا الغطاء وتركبها بشكل عادي، تجبد التيراج ونورمال عادي. ان شاء الله نكونوا استفدنا، ما نطولش عليكم جماعه، مع السلامه. السلام عليكم.